يا حريم الباقت الكلمات. من غنى يا حريم في صغره لم يتوقع أن تردد يا حريمة على فقده في سنينه العشرين. براق المهنة شاب قتل على يد شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية. الحادثة بدأت بكمين من قبل زوجته عبر استدراجه إلى بيت أهلها كما يتحدث أشقاؤه، ثم حصلت الجريمة. رجع بالثنتين بالليل، اتصلت بي بالخمسة الفجر، ملابسات الضحك. بالستة يتصل بي أبو أحمد يضربون بي. ليش بابا يضربك؟ اطلع غادر المكان، غادر المكان. طالع ويا ما طالع جاي، يعني حتى بالتصوير هسه يقولون انه جاي هذا متهيئ مسدسه بيده. جاء نسيبه قابله بالدراجه، ضرب عليه طلقه، جت بي ما اجت ما اعرف، فافتر براق ونسيبه ذب بالدراجه وركض وراه ضربه طلقه ثانيه. يعني حتى ابو احمد على الخط اخويا مدين قال ابو احمد ضربوني طلقه، قال له براق اطلع على السريع. بهاي الاثناء نسيبه ذب بالدراجه وركض وراه ضربه طلقه ثانيه سكت. عائلة براق لا تزال تعيش الصدمة، فكيف لزوجة القدرة على المساهمة في قتل والد أطفالها؟ يتساءلون، وفي ذات الوقت يطالبون بمحاسبة الجنات وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. أطالب بالقصاص العادل أمام الله سبحانه وتعالى. هذا أبو عبد الله وأريد أنا بالنسبة لي أريد دم أخوي، أصغر واحد بالعائلة نولد عليه دي بعد ما مكمل 30 سنة، متزوج وعنده طفلين، وأنت تخابري وتدزين عليه ويقتل؟ ليش؟ شوالج. وبعد الحادثة أقدمت عائلة المقتول على رفع دعوى قضائية وبانتظار النتائج التي يتأملون أن تكون الإعدام، فيما يبقى حق الرد في القضية مكفولا للجميع. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.